انطلاقة الجولة الثالثة في هذه اللحظات وتاسع أشواطنا في هذا الصباح. أعلنت انطلاقة شوط الحول المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل المتواجدة والمنطلقة بمختلف ألوانها على أرضية ميدان المرمومة. تقدم مع المركز الأول، أتقدم بعد الانطلاق مع الصدارة ورتم الصدارة في هذه اللحظات، والتواجد من عوايد على المركز الأول. هزيم بن محمد بن هزيم المسافرية من يتقدم ويقدم عوايد على المركز الأول. نقلتنا مباشرة على المركز الثاني، مزون وعبد الله بن طالب بن شريم المري من يقدم مزون على ثاني المراكز. والمركز الثالث غالية القادمة على ثالث المراكز لعبد الرحمن بن محمد بن سالم العليلي. والمركز الرابع، المركز الرابع شروق القادمة وخالد بن ثاني بن ضحية الاكتبي القادم في هذه اللحظات يقدم شروق على المركز الرابع. نقلتنا على المركز الخامس، المركز الخامس كيف في هذه اللحظات تتقدم بشعار محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي القادم مع كيف على المركز الخامس. المركز السادس اللي وصلتنا الطيارة في هذه اللحظات وغدير بن عبيد بن علي الكتبي القادم والمتقدم مع الطيارة على المركز السادس. المركز السابع غرام غرام وشعار ابراهيم القادم احمد بن هلال بن احمد ابراهيم يقدم غرام على المركز السابع. ثامن مراكزنا النصيب قادم بعد ممثلين المدام حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يقدم النصيب على المركز الثامن. المركز التاسع اغثي والقادم لعلي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يتقدم ويقدم أغثيوة على المركز التاسع. المركز العاشر تنبيه والكل منتبه اليوم يا حمد يا بن نابت يا بن خيلة العامري المقدم انطلاقات تنبيه على عاشر المراكز. هكذا النتيجة، هكذا نضال الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة مع دونة الإعلام. الرابع أسماء قادمة وشعارات قادمة لن يحن موعد دخولها بهذه اللحظات إلى عالم الإعلام. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة. عوايد بن هزيم، عوايد على المركز الأول، وهزيم بن محمد بن هزيم المسافري يتقدم ويقدم عوايد على المركز الأول. النقلة على المركز الثاني غالية القادمة لعبد الرحمن بن محمد بن سالم العليلي قادم ويقدم غالية على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلتنا في هذه اللحظات مزون وعبد الله بن طالب بن شريم المري يقدم مزون على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات محمد بن حميد بن حارب الشامسية ويقدم كيف على المركز الرابع. المركز الخامس الطيار القادم
قادمه على خامس المراكز، وغدير بن عبيد بن علي الكتبيه يتقدم ويقدم الطياره على خامس المراكز. المركز السادس غرام ابراهيم القادمه في هذه اللحظات، احمد بن هلال بن احمد ابراهيم يقدم غرام على المركز السادس. سابع مراكزنا النصيبه وبن سليم يتقدم ويقدم النصيبه، حمد بن سالم بن سليم الكتبي على المركز السابع. المركز الثامن مراسيل، مراسيل واول نداء لمراسيل مع ندان الثاني حميد بن معضد بن محمد المزروعي يتقدم ويقدم مراسيل في هذه اللحظات. المركز التاسع اللي وصلتنا بهذه اللحظات مجنون ومحمد بن سيف بن فاضل المزروعي، واول نداء للفزون على المركز التاسع. اختم النداء مع غزيوة في هذه اللحظات القادمة بشعار علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري. هكذا النتيجة، هكذا هو النداء الثاني مع منتصف المسافة 8 كيلومترات، 4 كيلومترات قطعناها مع هذه الأصايل، وما تبقى إلا 4 كيلومترات وننتظر الأسماء القادمة في هذه اللحظات. وأعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى عوايد بن هزيم، وبن هزيم يقدم عوايد في هذا المسار. هزيم بن محمد بن هزيم المسافري لا زال يقدم عوايد، بن هزيم متمسكا بصدارة هذه الأسماء، هو الأقرب حتى هذه اللحظات لناموس هذا الشوط، لناموس المحليات الأصايل. 8 أو 9 الأشواط مع جولتنا الثالثة دائما يحمل التنافس والتحدي. المتميز مع هذه الأسماء غالية على المركز الثاني، غالية لعبد الرحمن بن محمد بن سالم العليلي يقدم غالية على المركز الثاني. المركز الثالث مزون القادمة ويقدم مزون، محمد بن سيف بن فاضل المزروعي قادم ويقدم مزون على المركز الثالث. المركز الرابع الطيارة القادمة بشعار غدير بن عبيد بن علي الكتبي. المركز الخامس عندك يا بن شريم يقدم مزون، عبد الله بن طالب بن شريم المري يقدم مزون على المركز الخامس. والمركز السادس اللي وصلتنا كيف 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 القادمة، ومحمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسية يتقدم ويقدم كيف على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام اوصلتنا النصيبه، وحمد بن سالم بن سليم الكتبي يقدم النصيبه على المركز السابع. 8 المراكز مراسيل، مراسيل وحميد بن معضل بن محمد المزروعي يقدم مراسيل على المركز السابع. الثامن، المركز التاسع اللي وصلتنا بهذه اللحظات غرام لأحمد بن هلال بابراهيم يتقدم على المركز التاسع. والمركز العاشر عندك يا اليابري يقدم غثيوة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء. وندان الثالث تجول عند هذه الشعارات،
أعود إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا مع البداية، ولا زالت عوايد 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 بن هزيمة، هزيمة بن محمد بن هزيمة، على مسافرية غادرنا الثنين كيلومتر، ما يفصلنا عن خط النهاية، ومزون بن فاضل، مزون محمد بن سيف بن فاضل المزروعي يقدم مزون على ثاني المراكز، المركز الثالث غالية غالية لعبد الرحمن بن محمد بن سالم العليلي قادم ويقدم غالية على المركز الثالث، المركز الرابع بابراهيم بابراهيم قادم مع غرام أحمد بن هلال بابراهيم القادم والمتقدم، على المركز الرابع بن سليم بن سليم مع النصيبة حمد بن سالم بن سليم الكتبي، والمركز السادس بن شريم القادم مع مزون عبد الله بن طالب بن شريم المري، والمركز السادس هذه اللي وصلت مراسيل حميد بن معضد بن محمد المزروعي يقدم مراسيل على سابع الأسماء، ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى سكان الصدارة، إلى مزون اللي غيرت، مزون اللي تقدمت في هذه اللحظات، مزون ويقدم مزون محمد بن سيف بن فاضل المزروعي، المزروعي هنا يتقدم مع مزون، والكيلومتر الأخير عوايد بن هزيم على المركز الثاني، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري القادم والمتقدم عوايد على ثاني المراكز، يا هل المحليات، يا هل المحليات الأصايل، الله يا بن شريم بدأ يتحرك بن شريم ويحرك مزون عبد الله بن طالب بن شريم، ومراسيل المزروعي قادم حميد بن معضد بن محمد المزروعي قادم مع مراسيل، ولكن الصدارة مزون، مزون بن فاضل بن فاضل هنا يقدم مزون على المركز الأول، مزون محمد بن سيف بن فاضل بن فاضل المزروعي يتقدم على المركز الأول، سلام إلى العاصمة أبو ظبي وإلى ميدان أسويحان، إلى ميدان التراث، أحد الممثلين القادمين من يحتفل مع ميدان المرموم بهذا الانتصار، مزون مع المحليات، مزون بن فاضل تعلن الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن سيف بن فاضل المزروعي، من تقدم وقدم مزون لكي تعلن الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مزون لعبد الله بن طالب بن شريم، المركز الثالث اللي وصلتنا عوايد لهزيم بن محمد بن هزيمة المسافر، المركز الرابع وصلتنا غالية لعبد الرحمن بن محمد بن سالم العليلي، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت النصيبة لحمد بن سالم بن سليم الكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة إلى مزون بن فاضل، والتوقيت الزمني 13 دقيقة وثمان ثواني وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن سيف بن فاضل المزروعي، وسلامي إلى أهالي سويحان. المركز الثاني وصلت مزون لعبد الله بن طالب بن شريم المري، توقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لبن شريم على حصول مزون على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت عوايد بن هزيم، وتوقيت الزمني 13 دقيقة 14 أو 15 عفوا ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك عوايد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل.